بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سامر الشريف من قناة المواقع الربحية. نظرا لكثرة الأسئلة من الأخوة والأصدقاء حول المواقع المجانية المختصة بجمع العملات الرقمية وتعدينها، مع أنني لا أعمل بالمواقع المجانية لأنها إهدار للوقت وللجهد، وبما أن بعض الأصدقاء لا يملكون المال للبدء في الاستثمار، فقد قررت أن أبحث لهم عن أهم المواقع المجانية وأسهل عليهم الطريق وأشرح لهم عن كيفية جمع العملات الرقمية وتعدينها بالمجان، وسأضع بالوصف جميع الروابط المطلوبة للعمل إن شاء الله. إليكم الطريقة، بسم الله نبدأ. أولا يجب عليك التسجيل بهذه المحفظة، وهي محفظة كوين بوت. تقوم بتسجيل حساب في المحفظة، تضع إيميلك والباسورد هنا، وأيضا الباسورد هنا مرة أخرى، تضغط على هذا المربع ثم ريجستر. طريقة التسجيل سهلة جدا. بعد التسجيل وتفعيل حسابك من الإيميل الخاص بك، تضغط على ساين إن. كما تشاهدون هنا، هذه المحفظة فيها عملة بيتكوين والبيتكوين كاش والدوك كوين واللايت كوين والداش كوين، وأنا أنصح الإخوان أن يبدأوا بجمع عملة اللايت كوين والداش كوين. ولكي تجمع عملة اللايت كوين والداش كوين، هنالك موقعين: الموقع الأول لجمع عملة اللايت كوين، والموقع الثاني لجمع عملة الداش كوين. تقوم بالتسجيل بهذا الموقع، تضع إيميلك الذي تسجلت منه في المحفظة، نفس الإيميل لكي تصلك العملة التي جمعتها إلى هذه المنصة، إلى هذه المحفظة عفوا. تضع نفس الإيميل والموقع أوتوماتيكيا يبدأ بجمع العملة، وأيضا الداش كوين. عندما تسجل بهذا الموقع، تضع نفس إيميلك الذي تسجلت به في محفظة كوين بوت. بعد التسجيل بالموقعين، يبدأ الموقع بجمع العملة الخاصة به، عملة لايت كوين وعملة داش كوين. مثلا هنا 1253 لتوشي. سوف أقوم بأخذ هذه العملة من المحفظة. الدفع فوري لهذه المحفظة، نقوم بالضغط على Claim Now ثم هذا المربع ثم Submit. ذهبت جميعها إلى هنا لنعمل تحديث للصفحة. انظروا إلى هذا الرقم، سنجد أننا تحصلنا على العملة هنا، ونذهب إلى عملة داش كوين ونضغط على كليم. كليم ناو ثم هذا المربع
فاي، ثم أضغط على كليم. أذهب إلى المحفظة لنتأكد أن المبلغ وصل. هنا داش كوين، حدث الصفحة، سنشاهد أننا تحصلنا على المبلغ. وإن أحببت أن تجمع عملة البيتكوين، هذا موقع اسمه بيتفان لجمع عملة البيتكوين. هنا يوجد 24 ساتوشي. نجرب، انظروا هنا، اضغط على كليم. I'm not a robot. ثم كليم. سنشاهد هنا بعد تحديث الصفحة أن المبلغ قد وصل. ولكن أنا أنصحكم بجمع عملة اللايت كوين والداش كوين، فهي في ارتفاع. وسأضع جميع الروابط المواقع في الوصف تحت الفيديو إن شاء الله. وأخيرا وليس آخرا أحبتي، أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وإذا أعجبكم فضلا وليس أمرا الرجاء الضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم سامر الشريف من قناة الموقع الربحي.